حياكم الله متابعينا بحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامج بيوتي. ساعات لما ندخل نتسوق لما نشتري صابون نحتار أشكال وأنواع، بس فكرتوا في يوم من الأيام شنو مكوناته أو شلون أساساً يصير هذا الصابون؟ تابعونا. حياكم الله متابعينا، احنا اليوم باستضافة بتول الشطي صانعة الصابون وموجودين عندها هني في المصنع نفسه. حياك الله معنا بتول في برنامج بيوتي. الله يحييك حبيبتي. في البداية قولي لنا وقولي حق السادة المشاهدين، يعني شلون توجهتي حق هذا التوجه وبالتحديد صناعة الصابون؟ في ايام دراستي بالجامعة على 2018 تقريبا صادفني في مواد دراسية مادة الكيمياء العضوية، في هذا المختبر اخذنا صناعة الصابون، درسنا أسس الصابون العلمية، وفي نفس الوقت كنت حابة أن أنا أبلش في بزنس، فشفت أن هذا بزنس حلو أنه ينطرح في السوق. بلشت فيه كهواية للأمانة، شفت نفسي بارعة بالتصنيع الصابون، صابوني قاعد يكون صابون جمالي وصحي بنفس الوقت على أساس الباك جراوند اللي معاي كأخصائية تغذية، فأنا قاعد أضيف فيه فيتامينز، قاعد أضيف فيه مواد اللي تساعد البشرة وتحسن من أمور اللي تأثر عليها الجو. حلو، شلون شفتي ردود الأفعال يعني اللي حوالينك وتاخذين آراء ناس معينة؟ أكيد أجرب على أهلي أول شيء. زين. طبعا بلشت في صناعة الصابون في 2018 في أيام دراستي بالجامعة. كنت أستخدم الصابون أول شيء حقي أنا، كنت أجرب على نفسي. حلو. بعدين صرت مثلا والله أعطي دكاترتي في الجامعة، كانوا يستانسون يشجعوني، الوالدة عندي، أهلي، فبلشت كذي. بعدها صار بطريقي دورة حق المبادر المحترف مع صندوق الكويتي، الصندوق الوطني، أخذتها وأخذت بعد دورة مع هيئة الشباب، وصار في بالي هذا المشروع كبزنس أنه يتطور ما يصير يتم بيبي. حلو. طيب يعني إحنا دائما صراحة يعني تشدنا صار الحين في تنوع بأشكال الصابون، تنوع بالروائح، بس في يعني ودنا نعرف يعني في دائما إنه يعني فضول إننا نبي نعرف هذا الصابون أساسا من شنو متكون، شنو مكوناته؟ الصابون الطبيعي يختلف عن الصابون التجاري اللي إحنا نشوفه في الجمعيات. طبعا الصابون التجاري اللي إحنا نشوفه في الجمعيات ينقسم حق قسمين، صابون نظيف بس ستيل تجاري، يعني يكون مصنوع من زيوت طبيعية بس لأنه انضافت له مادة حافظة أو مادة معززة للرقوة، هني صارت المشكلة. شلون؟ المادة اللي تعزز الرقوة اللي هي مادة كيميائية لما تنضاف حق الصابون تعطيه الإمكانية أنه يصير فيه رقوة. هذه الرقوة تعتبر مادة شديدة الالتصاق على الجسم أيا كان، إذا كان جسمك أساس على الإيدين يعني مثلا نقدر نقول أو على الجسم، يعني هذه الرقوة تأثر على حساسية الجلد مثلا؟ إيه، المادة المعززة للرقوة هذه تعتبر شديدة الالتصاق على الأجسام أيا كانت، سواء شيء نستعمله أو شيء حقنا إحنا، ما تطلع من هذا السطح حتى لو انغسلت بالماء. فشي يصير هنا تكون طبقة على الجلد، إذا تكونت هذه الطبقة على الجلد الجلد هذا ما يوصل للهواء فالخلايا تموت. شي يصير الجسم نفسه يقوم ينتج خلايا تكون أقوى وداكنة في اللون، فهني تصير عندنا مشكلة التصبغات. فلما نيجي نتكلم عن الصابون الطبيعي، الصابون الطبيعي يشيل لنا كل هذه المشاكل بس في حالة إنه هو ما يكون في مواد حافظة أو ما يكون في مواد معززة للرقوة. حلو. يكون مصنوع يعني من زيوت طبيعية، إحنا طبعاً وصفاتنا تعتمد على زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، الشغلات اللي شفتيها وسألتيني عنها، هذه الأمور كل هالأشياء الطبيعية. حلو. طيب هذا بالنسبة حق المكونات، ماذا عن طريقة استخدام طريقة تصنيع الصابون نفسه؟ شنو أنت تستخدم أو يعني في طرق معينة؟ في طرق، في طرق مختلفة، خطة. كذلك في مدارس مختلفة للصابون. حلو. في مدارس القدماء الفراعنة، في مدارس بعد الفراعنة، وفي المدارس الحالية. فأنا صناعتي للصابون
تعتمد على المدارس الجديدة بشكل عام. زين وش رايك واحنا قاعدين نسولف تخلطين مثلا هذه او الطريقه او تعودنا الطريقه شلون طريقتها في البدايه؟ اتوقع في مكونات اساسيه في البدايه، في مكونات اللي احنا حاطينها صح؟ اي زين نقول حق الساده المشاهدين هذيل شنو عشان يعرفون. طيب ونخلط عندنا طبعا في الصابون مواد اساسيه اللي هي ماده مصبنه ونستعمل معها اللي هم ايهم؟ هذه المواد المصبنه عندنا. اوكي وبعد اول ما نبلش في الشغل لازم نعقم، هذه تعتبر من الجوده والسلامه حق الصابون. يعني في الجوده والسلامه يعني في ضمان حق الامور هذه. اي لازم نكون لابسين جلوفز الكمامات حق اللي معاهم مشاكل في الربو على اساس لا يستنشقون اي مواد تاثر عليهم. والخطوه الاولى شنو راح تكون؟ الخطوه الاولى التعقيم. نعم بعدها على طول احنا نبلش نصب عندنا الماء المقطر. حلو. نستخدم الماء المقطر لانه خالي من اي معدن فما ياثر عندنا، ما يطلع لنا شوائب في الصابون. في قياسات معينه؟ في قياسات معينه، احنا جهزنا كل شيء والحين بس حافظه القياسات هذه طبعا. اي اكيد. اوكي حطينا الماء المقطر وعقبها الماده المصبنه. احنا الحين نزلناها إذا تلاحظين. أتوقع إحنا الحين لازم نطلع فاصل. لأن هذه الخلطة شوية يعني تحتاج لها وقت وصعبة شوية، خلونا نطلع فاصل ونرجع. ورجعنا من بعد الفاصل. بتوش كذا يبي لها هذه المادة المصبنة عشان تحط بالثلاجة وتبرد؟ تحتاج إن هي تكون بس باردة ونفس درجة حرارة الزيوت. يعني تقريبا 3 أيام؟ لا القالب الصابون لما نخلص منه إن شاء الله ندخله الثلاجة 3 أيام، بس المادة المصبنة لا أقل. إنزين إحنا الحين في خلطة لازم نسويها صح؟ بنبلش أول شيء بالتعقيم. نعقم أول شيء. أوكي بعدين بنمسح الكحول، بعدها بننصب المكونات ونخلط. المكونات شنو؟ عبارة عن شنو راح تكون؟ المواد الأساسية اللي تكلمنا عنها اللي هي الماء والزيوت. يلا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحط الماء. بس إلك شو اللي يعني يميز منتجات بتول عن غيرها في الصابون؟ منتجاتنا أول شيء خالية من أي مادة كيميكال، خالية من المواد الحافظة، ما فيها أي مادة معززة للرقوة. هذا أكثر شيء يميز هذا الصابون. هذا تكملته؟ إي نعم. صح؟ زين. الحين بنضيف الزيوت. بالنسبة حق الألوان يعني ساعات نشوف صراحة ألوان أشكال. صح. وهذا الحين الزيوت. اي نعم الزيوت. زين بالنسبه حق الالوان تحرصين دائما تحطين الوان يعني وجلترات والامور هذه والتزيين؟ على حسب اذا كان اوردر خاص اي، لكن اذا هو حق مصنع لا، نحافظ على انه هو يكون سمبل يرضي اذواق الجميع. حلو، يعني هيك مثلا اوردر يقول يعني طلبيه خاصه مثلا او شنو مثلا طلبيه خاصه كانت غريبه، هذا شنو جوز هند؟ هذا جوز الهند اي نعم. اوكي، في مثلا طلب يعني كان غريب بالنسبه لك وسويتي حق مثلا زبونه؟ يعني تجيني طلبات مختلفه، توزيعات، بيبي شاور، هالامور. هذا زيت زيتون صح؟ هذا زيت الزيتون. اوكي. بسم الله. يعني كلها زيوت. كلها زيوت معروفة ونظيفة وقابلة للاستهلاك الآدمي. حلو. ما هي زيوت خارجية عشان تكون آمنة. زين، وبالنسبة حق العطور؟ العطور في نوعين من العطور، في شيء يسمونه فريجرنس أويل اللي هو يعتبر كيميكال، مستخلص كيميكال، وفي شيء اللي هو يسمونه إسنشال أويل اللي هو الزيت النبتة الأساسي. فإحنا عادة نستخدم الأساسي، لكن انا افضل ان ما نستخدم اي عطور لان احنا اي شيء نحطه على البشره قاعد يمتص الجلد. فاحنا نحاول انه يكون شغلنا نظيف كثر ما نقدر. اتوقع الحين لازم نخلط صح؟ الحين لازم نخلط. زين خلونا نخلط نطلع فاصل ونرجع. رجعنا من بعد الفاصل. طبعا خلاص هذه الحين الشكل النهائي صح؟ من عقب ما خلطنا. ناقصه بس ان احنا نعدل الوي اللي فوق. قصدك شنو نسوي؟ إيه؟ اوكي. نرتبه ونزينه بالبابونج. اللي هو البابونج اللي هو عندك؟ نعم. حطيه خلينا نشوف والله شلون يصير. الحين نحطه بالشكل هذا.
نقدر اي شيء ممكن يكون عندنا نزين صح؟ صح. حلو. بعدين؟ بعدين ناخذه بعد ما ينشف ونحطه في جهاز التقطيع على اساس يتقطع عندنا بشكل الصابون هذا اللي شفناه. يصير كذي بهذا الشكل؟ اي نعم. حلو. يعني جهاز التقطيع هو راح يقطعه يصير هو قالب وبعدين نقطعه ويصير كذي. فعدة يعني عدة اشكال وعدة انواع. قبل لا اختم يعني قلتي لي ان في عندك اشياء علاجيه صح؟ اي نعم. عندنا صابون المرة. صابون مرة يفيد أصحاب البشرة الدهنية حب الشباب. المرة يعتبر أنتبيوتك طبيعي، فهذه وصفة من الوصفات. وبعد التبييض بعد قلتي لي صح؟ التبييض عندنا مثلا صابون الواكس. الواكس معروف في التبييض. الصابون كله مدعم بالفيتامينز اللي تعتبر فيتامينز التبييض. حبيبتي بتول احنا استمتعنا وايد معك وتعلمنا بصراحه شلون نسوي صابون، بس اكيد مو بنفس خبرتك. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. العفو. شكرا لكم بعد. اذا مشاهدينا بكذي وصلنا معكم الختام. دائما نقول لكم القادم اجمل في برنامج بيوتي. شكرا لكم، مع السلامه.